انت مت يا عماد؟ يقول لي يا ماما انا ما متش، انا اترقيت. حضن ولف بي زي ما كان بيقول لي ده اخر حضن. حتى الدموع متلخبطه. بيقول لي انا عايزك تطلعي دكتوره. في دمع نزلان زارته. كان على يقين ان هو هيستشفى. كله ميت مليون تحيه. احنا لازم ناخد حقه ولازم نكمل. مع شايله حزنها مش قادره تنزل من عيني. التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة. ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس، ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبايدينا وتحت رجلينا عشان ما يتنقلش لأي مكان. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود.